دي غرفة نومه الله يرحمه. غرفة نومه شوف البساطة. ده أصل راسه. آه. ده أصل يحط راسه كده. ده كان هو يعني زي ما تقول في شغل. شوف البساطة ده عبد الحليم حافظ ملك الأغنية العربية. دلوقتي بعض الفنانين مع احترامي ليهم يعني لا حسد ولا غيره، لكن يعتبره ليس بفنهم بل بالأصول اللي لعبوا بيها والسيارات مش بأعمال الفنية. ده اللي كان يميز الكبير الحبيب عبد الحليم حافظ. على فكرة أنا قابلت الأستاذ عبد الحليم، كان لي شرف، كان عمري 18 سنة لسه بيغني بهية ومكسرين الدنيا في بلاده، فجابني حسن إمام ومحمد علي صباح لمصر عشان أعمل فيلم مع سرية رمزي والفنانة نبيلة عبيد وسمير صبري، مجموعة كنا اسمه بلوان وشفايف. مع احترامي شفت الفنانين كلهم ليلة واحدة، ليلة واحدة يا ما شاء الله، صبحي فرحات على الزمالك على النيل على النيل، وكل فنان شفتهم ليله واحده يعني سبحان الله. لكن كنت مستني اشوف مين عبد الحليم مطربي المفضل، بضحك اشوف افلام اغني اغانيز وبحبه من قلبي. دخل عبد الحليم والله العظيم كان دخل رئيس الجمهوريه، والله العظيم وقفوا كلهم وهو بنحيل بجسمه البسيط، وكان عنده صفر. ايوه لسه تافه لغايه دلوقتي، كان عنده الصفر وتعبان. ايوه وقعد يسلم على واحد واحد واحد، كل ما يسلم على واحد يفكر في حاجه الذكاء اللي لم ارى في حياتي. ما شاء الله. انا تعلمت من عبد الحليم من اللحظه اللي شفته فيها درس حياتي كله. الله يرحمه. لكن عبد الحليم الله يرحمه والفاتحه راح لسه معانا موجود، هتبقى موجود لنا قصير وفنان كل ما غفلنا. ده اللي انا شفته فيها اللي سهل من تحت. ايوه صحيح. طلع بينا في الثمانية في الفريق الكمبريت التاريخ في باريس صح. وانا عارف كان الملك حسن بيحبه، اخت اي حاجه كان يعني يخيرها يعمل له زيها بالظبط. جاب سمات اصل الملك ملكه سمات القطر، دي اشاره الملك الحسن. انا عارف انا عارف عليها. الله يرحمه الملك الحسن كان فنان. بص اتعمل جميل اي اتش عبد الحليم. انا الله يرحمه. دي انا مبسوط دلوقتي بحمل ايه؟ يا حمود حبيبي. هلا بنودع ابو معانا الحارس الخاص تبع المرقع عبد الحليم حافظ او شيخ عبد الحليم حافظ. شكرا ليك محمد. نورتنا صدقني.